بالنسبة للكاف A الذي خصص لحاملي شهادة الويفا A من لاعبين دوليين سابقين، الباب مفتوح لجميع اللاعبين الدوليين السابقين ولجميع اللاعبين الدوليين في البطولة الوطنية المحترفة الحاصلين والذين تتوفر فيهم شروط الدخول واجتياز هذا الامتحان، مرحبا بهم. الجزائر أو المديرية التقنية ستبرمج 4 تربصات أخرى العام القادم بإذن الله للكاف A، وعليه فيه 100 مقعد سيكون متاح لكل من أراد التسجيل ولكل من تؤهله شروطه، لأن تعلمون جيدا بأن التسجيل في مثل هذه التربصات يمر عبر المنصة الرقمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بما يسمى بالCMS، وعليه إذا لم تكن هناك تتوفر شروط لا نظام المنصة الرقمية يرفض ولا يقبل أي ملف، وهناك قوائم احتياطية في حالة ما إذا غياب أي مدرب يتم تعويضه بالذي يليه وهكذا.